هو أن تونس لأول مرة في التاريخ تعانق مرة أخرى وتتفرد بجائزة كبرى، جائزة للمصارعة لا تنظمها إلا الدول العملاقة، فيها عناصر من خيرة العناصر العالمية المنتمية إلى دول عملاقة، وبالتالي هي محطة من المحطات الأربع، وتواجدي كمندوب للاتحاد الدولي هو فخر لي، لأننا كلما تواجدنا في تونس نحن بقبعتنا العربية وبحس الجوار والإسلام والدم، لا يمكنني أن أقول ولا يمكنني إلا أن أساهم ولا يمكنني إلا أن أضيف الإضافة لأقول بأن تونس بلد مضياف. هذا ليس منا إن كنت أقول انطلاقا من هذا الموقع، ثم المنطق يفرض علي في أن نكون من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لذلك فجل المحطات التي انتدبت باسم الاتحاد الدولي بقبعتي كرئيس للاتحاد الإفريقي أو عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وإلا وجدتني بهواجس وبأحاسيس تفرض علي أن أعتبر نفسي أنا صاحب الدار والتونسيون ضيوفي. هذه الأمانة التي فرضت في أن ننسق مع الرئيس الحالي الذي عاد إلى المسؤولية عودة ميمونة مظفرة وعودة من خلال مساندة مطلقة للاتحاد الدولي، وتولى منصب مهم جدا وهو عضو في لجنة القوانين والأنظمة في الاتحاد الدولي. هذه اللجنة صحيح أن مبدأ التعيين هو الذي ينصب الممثلين للدول داخل هذه اللجنة، ولكن لجنة القوانين والأنظمة كان بإعاز وبمحاباة وبدعم شخصي من الرئيس لينارد لالوفيتش لهذا الرئيس الذي أعجبه كمحامي وأعجبه كغيور على المصارعة وشاطره الأحزان وعاش معه المسرات. المسرات طبعا كانت في الأولمبياد عندما كان مسؤولا مع إخوانه وأصدقائه في الاتحادية التونسية، ثم مباشرة بعد الظفر بميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية الأستاذ المحامي خرازي يتولى منصب رئاسة الاتحادية التونسية، وهذا يعني الشيء الكثير. يعني أولا هو ثقة في المستقبل، ثقة في الشخص، ثم ثقة في العمل الجبار، لأن المصارعة ماذا تعني؟ المصارعة تعني قوة تحمل وتعني الاستمرارية في العطاء وتعني الكثير من الأمور، حتى المنصبين في اللجان الأخرى كما رأيتم بأن قوة الرئيس في علاقته بلينارد لادوفيت جعلته يثق حتى في الكفاءات الأخرى، طبيبة في لجنة الطب وصحفية في لجنة الصحافة، وهذا يعني الشيء الكثير. إذا أنا فخور في أن أتواجد في تونس وفي ظل فترة ذهبية يرأسها الأخ الرازي، وأتمنى أن لا يعاني مع آفة الحسد ومع العرقلة كما نعاني نحن في الوطن العربي، لأننا ببعد نفتقد فيه أحيانا إلى الاعتراف وإلى الوفاء. لذلك تحية إلى تونس العظيمة وتحية إليها قيادة وشعبا، وأتمنى لها الازدهار.